ما بدنا منك لا كهرباء ولا مي ولا دواء ولا تحسين وضع معاشي ولا أبد. نحن واثقين بانتصاراتكم كله. بدنا مكرمي صغير، هي حلمنا هلق نحن كسوريين انه هيك شي مرسوم يسمح لنا نعوي، يسمح للشعب انه يعوي عو 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 هيك نعوي عكيف. انه حدا يفهمني ليش عم نهاجر؟ انا بقول لكم ليش عم نهاجر، لانه اهل البيت ما بدهم يانا. اهل البيت يلي نحن ربينا عندهم ما بدهم يانا. حدا يفهمني هذا المبدع يلي بيطلع لبرا بيكون عمره 18 سنه، بعد سنتين بيصير عميد بجامعه، ليش يعني فجاه بسنتين صار عنده مخ؟ ليه؟ نحن يعني منكرمه للمبدع عنا بساعه جداريه مثلا، ولا منكرم الشهيد عنا، اهل الشهيد عفوا، بسحاره ليمون؟ انا ما عم بفهم شو الموضوع. عندي كتير حكي بس يمل يمل. خلاص يا جماعة خلاص، بشهادة الله أكبر، خلاص ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله العظيم حرام. نعم، معنا العم أبو عاطف الآن من قرية جيبول للوقوف على واقع الأزمة التي يعيشها المواطنون. تفضل. كل المنطقة الساحلية. نعم. كل المنطقة الساحلية. نعم. وأنا مسؤول عن هذا الكلام. نعم. يعني شو الوضع بالمجمل، يعني وضع المياه في قرية جيبول؟ المياه، الكهرباء، الغاز. أيوة. كل شيء. أيوة. كل شيء، هاي المواطنين كلهم تسألوا. نعم. كلهم. يا عمي مظلومين. نعم. الكل مظلومين. يعني هاي احنا بنقول هاي دفعة اولى من الظلم. نعم. اما نحن نخاف من الجاي. نعم. يجب ان يوصل هذا الشيء الى رئاسة الجمهورية. نعم. يعني يجب ان يصل هذا الشيء الى رئاسة الجمهورية، وهذا الشيء صحيح بالمية مية. نعم. الشعب مظلوم. الشعب مظلوم. نعم. هلا كل شيء نحن غنيت، غاز ما في بيجي، مية ما في بيجي، كهرباء ما في. سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، نحن انتخبناك، انتخبناك وصمنا لك وكل شيء، بس انه شعبك جوعان، معلش جوعان. ابدا مش ناكل خبز وزيت، ناكل خبز وزيت، بس ما فينا نضل بلا مي وبلا كهرباء. رجعنا للعصر الحجري تقريبا.